السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وبصحة وسلامة يا رب. النهاردة بقى هنعمل اكلة كلها كده في حلة واحدة عشان ما تتعبيش بقى في المواعين والحاجات دي كلها، وعشان خاطر ولادنا المغتربين اللي عايزين يعملوا اكلة حلوة تسند قلبه. الاكلة دي ممكن تعملوها في برز او بمكرونة. انا معايا هنا نص فرخة ومعايا توابل فلفل وكمون وكزبرة ناشفة وبابريكا وكركم وكاري، ومعايا حبهان مطحون، ورق لورا، ملح، معايا هنا فلفل حامي، فلفل رومي، بصلايه حلوه كده كبيره مفرومه، ومعايا صلصه. ممكن تستبدليها، دي طماطم، ممكن تستبدليها بصلصه او بطماطم مبشوره، ومعايا زيت. هنيجي هنا نحط الزيت، واول ما يسخن نحط البصلايه نقلبها ونقطع عليها ايه حتة فلفل كده حامي. اللي مش حابب الحامي ما يحطش، بس حلاوة الأكلة دي في الفلفل الحامي. انا اقلبها شوية يدوبك كده تدبل، وهنحط الفراخ. لو حابة الاول تدي الفراخ صدمة في الزيت وبعدين تحطي البصل، هي هي برضو قلبيها كويس لغاية ما الفراخ تاخد صدمة. وهحط بقى التوابل، فلفل وكمون، حبهان مطحون، كزبرة ناشفة، ملح. ما عندكيش التوابل دي كلها، ممكن تكتفي بالفلفل الاسود والملح، هيديكي برضو طعم حلو جميل مع مكعب مرق الدجاج. هي التوابل دي بتعزز الطعم، لكن لو ما فيش الفلفل الاسود ومرقة الدجاج بتغني. هنحط بقى هنا الفلفل الرومي. الفلفل ده لما نيجي نحط الصلصة هنحطه. قلبيها كويس بقى، هنحط بقى ايه الطماطم في المرحله دي. لو انت عندك صلصه هتحطي معلقتين وثلاث اربع طماطمات مبشورين وتزوديها ميه. ما عندكيش تعملي زي ما انا عملت كده، صلصه هتعصري ثلاث اربع طماطمات على حسب كميه المكرونه اللي انت هتطبخيها. ما عندكيش شفشق طماطم زي كده، وقرن الفلفل ده لما حسقت المكرونه قرن الفلفل الحامي تشقيه كده من النص عشان يطلع الريحه والطعم، وهنسيبها بقى لما تتسبك. كده اتسبكت، هنحط بقى كمية المكرونة اللي احنا عايزينها، ونظبط المية. المية تكون زيادة شوية عشان تطلع مفلفلة وحلوة. بالنسبة للمكرونة احنا ما بنسيبهاش لما تتهري، بيكون فيها قرشة كده خفيفة. الملح بقى وما تغطيهاش جامد، لان لما بنغطي الصلصه الصلصه بتسود، فديها بهارات قوي. يا ريت يا حبايبي لو وصلتوا معايا لغايه اللايك هنا اعملوا لي لايك وشير واشتراك في القناه لسه ما اشتركش، فضلا منكم. المكرونه هي بقى استوت، دخلت في السوا، احنا مش عايزينها تعجن، وهنغرفها. بصوا جميلة ازاي، تحفة شكلها وطعمها، يعني خرافة. بصوا حلوة ازاي، ومش هتتعبي الطبخة كلها في حلة واحدة، مش هتتعبي لا في تظبيط مواعين او في اي حاجة. وبرضو لولادنا المغتربين هيعملوها بكل سهولة، ياكلوا كده أكلة كده ترم عضمهم. ماشي يا فهد؟
وبالهنا والشفا. يا رب تكون عجبتكم. الأكلة دي ما يعني تعمليها بالطلب، ما تستناش عشان ما تعجنش. سلام عليكم.